أحسن شيء نعمله نضل واقفين مع جيريش وبس. جيريش يا أخي. نعم. فيني أقول لك شغلة؟ اتفضل. ليك نحن موافقين إنك ترجع تستلم الشغل من أول وجديد، ونحن معك وما رح نتخلى عنك. ايه. وبظهرك كمان. ما في شك بهذا الحكي يا أخي. أنت بتعرف إني ملتزم بالشغل وبعجبك، حتى عطل ما باخد، وكمان فيك تروح وتسأل أختك. برامود ليك، نحن مالنا ناويين نسكر المحلات أبدا، ورح تاخد 10%. كيف؟ اتنيناتنا رح ناخد 10% كحصة؟ كتير منيح. ما قلت هيك. ها؟ 10% من إجمالي الربح، ما رح يكون لك حصة بالشغل، رح يكون عندك راتب مقابل شغلك، وإذا كان في أرباح رح تاخد 10%. منيح، ماشي يا معلم، أنا معك. يا جريش، بدي أقول لك شغلة. سامحني إذا زعجتكم بهاليومين، صدقني ما كان قصدي، أنت كبيرنا، ولهيك أنا حابة أني وصيك بولادي لأنك أنت عمو. إذا كنتوا واقفين معي صدقوني رح تكسبوا، وإذا لا بوقتها أنا ما بنلام، وصدقوني هيك رح تخسروا. الخداع. لا 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 لا، أنا أخدعك؟ لا لا، مستحيل. شو هالحكي؟ لا مستحيل. أهلين حضرة المحامي، تفضل. أهلين أستاذ. إذا ما بده يعطينا 50% من الحصص يعطينا 25%، نسبة 10% من الأرباح ما بتكفي. أنا برأيي ترضي بأي شيء حالياً، نحن بالأول ما كان رح يطلع لنا شيء، فهمتيني؟ إيه عادي. إيه صح. أبي منيح إنك إجيت، تفضل نتصرف بوجودك وتحت نظرك. سيدهارت، سيدهارت تعال لهون. تمام تمام، ايه ايه مثل ما عم قلك هون. ايه جدو، كل اللي عم يصير بسببي انا. ما بعرف كيف بدي اعتذر. انك تعرف خطأك شيء كتير منيح، بس للأسف يا ابني نحن هلأ لازم ندفع الثمن. سيدهارت أجلي الحكي لبعدين، تعال وقع بالأول، لازم نسجل السند بالمحكمة. يلا تعال بسرعة. ايه يلا. ايه يلا جدو. يلا جدو، ليش ما عم تعمل شي؟ بنتي قلتلك ما تحكي. يلا أستاذ. يلا خود هذا القلم. ايه هون. يلا. انت اللي بتعتبرني ما بفهم وماني متعلمة ودارسة مثلك. رح قلك ما لازم توقع على اي ورقة من دون ما تشوفها. ايه هون هون. سيدهارت ما في وقت، يلا وقع.